طيب إن شاء الله في المتابعة الثانية هنتناول السنجل فيس فول ويف اند كنترول ريكتيفايرز، اللي هو المقاومات غير المحكومة أحادية الطور ذات الموجة الكاملة، وهي بتتقسم لنوعين، اللي هو المحول ذو المخرج الوسطي اللي هو السنتر تاب ترانسفورمر، ده جهد البرايمري، وده جهد السكندري بيتقسم حسب السنتر تاب ده المحول ده، ودي المقاومة حقت اللود بتاعتنا، ده جهد الخرج، وده تيار الخرج بتاعنا الدي سي، القيم الفعالة القيم المتوسطة بتاعتهم. وبالنسبة للموجات أو أشكال الموجات بتاعتنا، عندنا طبعا الجهد بتاع الـ VS بتاعنا الكلي بيكون هو عبارة عن AC أقصى قيمة له VMAX، جهد الخرج اللي بيطلع هنا بيكون جهد مقاوم تقويم كامل أقصى قيمة له أيضا VMAX. قيمة الجهد عبر أطراف قيمة الجهود عبر أطراف الدايود، هنا عندنا جهد وهنا عندنا جهد، بيكون دبل أقصى قيمة لجهد المصدر زي ما موضح هنا. ده بالنسبة للدايود الأول بيكون شكله موجة وكده بيشتغل في الأجزاء السالبة، والدايود الثاني بيشتغل في الأجزاء الموجبة عشان يكمل التقويم الكامل. من هنا قبل ما نواصل في الموضوع بتاعنا، معناه عندنا أقصى جهد عكسي بالنسبة لمقاوم الموجة الكاملة ذو المخرج الوسطي هو عبارة عن دبل الفي ماكس أو دبل أقصى قيمة لجهد المصدر، وده بيعني إن أنا لو هختار دايود أو دار أجيب التقنين بتاع الدايود، مفترض أختار دايود جهده أكبر من 2 في ماكس بتاعي، مفترض أختار دايود أكبر من 2 في ماكس بتاعي، فدي الموجات المهمة بالنسبة لنا. طيب بالنسبة لتيار الخرج هو بيتبع جهد الخرج، تمام، تقويم كامل. بالنسبة لتيار الدايود الأول بيكون تيار الدايودات بيكون معكوس الجهود لأنه بيمشي في قطبيات مختلفة، فبيكون ده شكل الدايود، تيار الدايود الأول ده تيار الدايود الثاني، هنا عندنا الدايود الأول ده الدايود الثاني، تمام. وتيار المصدر بيتبع جهد المصدر، وجهد المصدر AC معناها التيار أيضا AC. طيب ده النوع الأول من أنواع المقاومات. طيب النوع الثاني من أنواع المقاومات اللي هو عبارة عن البريدج ريكتيفاير أو المقاوم ذو القنطرة، تمام. والمقاوم ذو القنطرة عنده شكلين، ده الشكل اللي شفناه قبل كده في الإلكترونيات التماثيلية واحد، تمام. عندنا شكل آخر بيستخدم بكثرة في دوائر الإلكترونيات الكبرى اللي هو الشكل ده D1 وD2، هنا عندنا وD3 وD4 توزيع السبلاي بين الجهود، تمام. فدي الفكرة هنا بتاعتنا والعملية بتاعتنا. بالنسبة لأشكال الموجات، جهد المصدر AC وكذلك تيار المصدر AC. الجهد بتاع الخرج بيكون عبارة عن فول ويف ريكتيفاير وكذلك تيار الخرج فول ويف ريكتيفاير، لأنه بقسم الجهد على المقاوم معناه قيمة البيك بتاع التيار بيكون أقل من البيك بتاع الجهد. بالنسبة للدايودين VD1 وVD2 هم مشتغلين في الانحياز الأمامي بيكون موجتهم شكلها كده زي ما أخذنا، والVD3 والVD4 انحياز عكس ده الشكل بتاعه. التيارات بتكون معكوس ID1 ID2 ID3 ID4 وده الـ complete waveform، تمام. طيب بالنسبة للقوانين المهمة اللي بتحكمنا في الجزء ده، تمام، اللي هو السنجل فيس، طبعا هنا لما نيجي نلاحظ، لاحظ معايا لأي حاجة، انه الـ BIV بتاعك في البريدج ريكتيفاير اللي هو اقصى جهد عكسي في مقاومة القنطرة، الـ BIV بتاعك بيساوي VMAX، معناه انت لو كنت مستخدم مقاوم قنطرة مفترض تجيب دايود بمقنن اعلى من الـ VMAX بتاعك، ما زي الـ سنتر تاب 2 VMAX، تمام. طيب القوانين المهمة بالنسبة لنا، عندنا قوانين مهمة بالنسبة للسنتر تاب، وعندنا قوانين مهمة بالنسبة للبريدج ريكتيفاير. طيب القوانين المهمة بالنسبة للسنتر تاب، تمام، السنتر تاب بتاعنا، تمام، انه الدي سي او الاوتبوت فولتج اللي هو 2 في ماكس على باي، باعتبار ان عندي مقاومين نصف موجة، فجهد الدي سي بيساوي 2 في ماكس على باي، والتيار الدي سي بيساوي 2 في ماكس على باي مقسومة على ار، اللي هي دي برضه ممكن اقول، والفي ماكس على ار دي بتديني شنو؟ الفي ماكس على ار دي بتديني اقصى تيار، اللي هو 2 على باي من اقصى تيار، تمام، اقصى عند اقصى تيار للحمل في ماكس على ار. الدي سي باور اللي هو البي دي سي بيساوي في دي سي في اي دي سي،
اللي هو بضربنا الاثنين في بعض، ممكن اقول بيساوي لنا 2 على باي تربيع في ماكس باي ماكس. قيمة الجهد بتاع الخرج الفعال، بيساوي في ان على جذر 2، اللي هو ده بيساوي لنا الفي اس، الفي سكندري. يعني عندنا في مقاوم، موجة كاملة بمحول خرجي وسطي، قيمة الجهد الفعال للود بيساوي قيمة الفعالة للجهد المصدر، وبالتالي التيار بيساوي اللي هو القيمة الفعالة ل بيساوي القيمة الفعالة لتيار المصدر، اللي هو بيساوي لك الـ Vs على جذر 2. طيب الـ Output AC Power، الجزء الـ AC هو VDC في I، DC هو V Max على جذر 2 في I Max على جذر 2، اللي هو بيساوي V Max في I Max على 2. القدرة اللي هو البي دي سي على البي اي سي، وهي قدرة ثابتة مشترطة عليك، حتى لو تغير القيم القدرتين ديل لازم النسبة يطلع عليك ثابتة، اللي هو 0.8106 اللي هو كفاءته 81.06%. الفورم فاكتور دائما بيكون 1.1 مهما اختلف جهد ال الار ام اس بتاع القرض وجهد الدي سي بتاع الدفع. الريبل فولتج، ده او جهد التمويل بتاعنا بيساوي جذر التربيع ل في ار ام اس تربيع ناقص في دي سي تربيع، اللي هو ده قلنا الفي اي سي، اللي هو بيساوي نسبة 0.3077 من الفي ماكس. تمام، الريبل فاكتور بتاعنا بيكون 0.438، و بيكون 0.483 او 0.482. طيب الترانسفورمر، يوتيلايزيشن فاكتور، اللي هو طبعا عندنا الار ام اس حق اللود في ماكس على جذر 2، والار ام اس حق السكندري اي ام على 2. معناه طوالي هنا يعني الريتنج بتاع الترانسفورمر، الريتنج بتاع الترانسفورمر اللي هو الفولت امبير ريتنج حق الترانسفورمر بيكون 0.707 في ماكس اي ماكس. ومن هنا الترانسفورمر يوتيلايزيشن فاكتور بتهمنا فيها ان تطلع معاك النسبه لازم تطلع 0.672 بغض النظر عن اللي هو القيم كانت كم. البي اي في لاي دايود قلنا 2 في ماكس زي ما اخذنا. والمعامل ده كريستي فاكتور ده معامل القيمه ده اللي هو 1.4414 ده اللي هو شبيه لمعامل الفورم فاكتور، لكن ما يعني ما قاعدين نشتغل به كثير. بالنسبه للبريدج ريكتيفاير ايضا عندها تقريبا نفس القيم بتاعه بالنسبه للفي دي سي والاي دي سي. تمام، ايضا عندها نفس نسبه الترانسفورمر يوتيلايزيشن فاكتور 81.06 نفس الكفاءه. تمام، فما في اختلاف كثير ما بين مقاوم الموجة الكاملة اللي هو القنطرة والثاني بتاع شنو، والثاني بتاع اللي هو البريدج. طيب ناخد امثلة على الكلام ده. قال عندنا a single phase full wave bridge rectifier، عندنا مقاوم موجة كاملة بريدج. تمام، وهذا الطور عنده مقاومة حمل 18 اوم وعنده مصدر AC 120 فولت RMS. دارين نوجد القيمة المتوسطة والقيمة القصوى والقيمة الفعال لتيار الحمل. تمام، للتيار، للتيارات بالنسبة للحمل وبالنسبة لأي دايود. تمام، طيب نمسك الحمل. أنا عندي الـ V out بيساوي 2 V max على باي، والـ I بيساوي V out على R. تمام، أنا أدعنا القيمة دي عبارة عن شنو، عن V R M S. تمام، عن قيمة R M S معناها تبدأ 2 في V max. تمام، 2 في ماكس، والفي ماكس قلنا بالنسبة ل هتبقى 120 جذر 2 مقسومة على باي اللي هي 18 وتديني 6 امبير. تمام، والاي اوت بيك، تمام، معناها جهد الخرج اقصى جهد الخرج. تمام، بتساوي الفي ماكس على الار اخذناه اللي هو 120 جذر 2 على 18 ب 9.43 امبير. والاي اوت ار ام اس، تمام، بيساوي لنا البيك على جذر 2، دي حاجة ثابتة قلنا دايما لأنه المقننات بتكون نفس مقننات السكندري أو مقننات السورس، وبالتالي القيمة المتوسطة بتساوي القيمة القصوى على جذر 2 اللي هو 6.67 أمبير. طيب بالنسبة لأي دايود، كويس، تيار الدايود المتوسط يساوي نصف تيار الحمض المتوسط، تيار الدايود المتوسط في كل دايود يساوي نصف تيار الحمض المتوسط، ده قانون ثابت. 6 على 2 ب 3 أمبير. أقصى قيمة لتيار الدايود يساوي أقصى قيمة لتيار الحمض اللي هي 9.43 أمبير. والقيمة المتوسطة لتيار الدايود،
تمام، بيساوي قيمة متوسطة لتيار الحملة على جذر 2 اللي هو 6.67 على 2 جذر 2 اللي هي 4.71 أمبير. فده عبارة عن قوانين ثابتة بنتبعها. طيب مثال آخر، قال عندنا سينجل فيز ريكتيفاير مقاوم محاد التور عنده حمل مقاومة 25 أوم determine the average current and peak reverse voltage across each of the diode. قال أوجد التيار المتوسط وأقصى جهد عكسي عبر كل من الديودات إذا كان المقاوم المستخدم هو بريدج ريكتيفاير وعنده مصدر 120 فولت RMS 60 هرتز، ولو استخدمنا سنتر تاب ترانسفورمر عنده 120 فولت RMS في كل نصف من السكندري وايندينج عنده 120 فولت RMS. طيب لو استخدمنا البريدج الـ Vout 2 Vmax على باي اللي هو 2 في 120 جذر 2 على باي ب 108 فولت، معناها الـ Iout حق الحمل بيساوي Vout على R 4.32 أمبير، تمام؟ بالتالي هنا لما تكون أنت مستخدم، ما إحنا قلنا لما يكون عندنا مثلا لما أنت تكون مستخدم اللي هو مقوم بتاع قنطرة، دائما التيارات بتاعتك في أي من الديودات بيكون عبارة عن القيمة حقت التيار الكلي بتاعك دائما، تمام؟ بتكون كل التيار الكلي بتاعتك هو 4.32 أمبير. أما قيمة الـ BIV بتاعتك اللي هو قلنا في مقاوم القنطرة بتساوي Vmax اللي هو 120 جذر 2، تمام؟ اللي هو 170 فولت، يعني هو قال لي أوجد جهد الحمل المتوسط اللي هو هنا 4.32 أمبير، وأوجد أقصى جهد عكسي عبر كل دايود اللي هو الـ BIV في البريدج ريكتيفاير، قلنا الـ Vmax 120 جذر 2 ب 170 فولت. في مقاوم السنتر تاب الـ Vmax بيساوي 120 جذر 2، وقلنا عندنا هنا طبعا في نفس الحسابات، يعني لأنه القوانين بتاعتهم واحدة، معناها الـ Iout 4.32 أمبير، لكن بس الاختلاف إنه الـ BIV في السنتر تاب بيساوي 2 Vmax اللي هو هتبقى 2 في جذر 2 في جذر 2 120 340 فولت، تمام؟ نجيب لغاية هنا نواصل المرة الجاية.